أنا آسفة. شكراً لأنك أقنعتي يطلقني. أنا ما أقنعت بشيء. ما أقنعتي؟ عيل هذا شنو؟ أنا متأسفة لأني طلعت في حياتكم وسببت لكم المشاكل. ما في داعي تتأسفين. كل اللي سويتي إنك نفختي على الضوء اللي كان مشتعل تحتنا. صدقيني ما كنت متعمدة ولا لمصلحة إنكم تتطلقون. عبد الله لجأ لي لأنه كان وحيد ومحتاج لحد يوقف معاه. عبد الله لجأ لك لأنه يحبك. أنت حب القديم. ما في داعي لهالكلام. عبد الله يعاني ومحتاج حد يخفف عنه. تقصدين معاناته مع نفسه، معاناته من الشك والغيرة وعدم الثقة. عبد الله في المستشفى. عبد الله في المستشفى؟ يا ليتك تزورينه لأن حالته صعبة وعنده حالة اكتئاب لدرجة إنه ما يبي يعيش. الحمد لله على سلامتك. انتي جايه تشمتين فيني؟ انا اول ما عرفت انك بالمستشفى تدوده ما عرفت شو اسوي. انتي جايه تشوفيني ضعيف ومكسور جثه. يا تشوفين اشكال اموت. لا تنفعل، انفعال مو زين علشانك. خايفه علي ولا جايه تعجلين بموتي؟ جايبت لي ورد؟ حتى الميتين يحطوا لهم ورد عقب ما يدفنونهم في التراب. إن شاء الله بتكون بالسلامة، تعوذ من إبليس. أهم شي صحتك. صحتي؟ صحتي راحت بسبتك انتي. والحين جاية تظهرين بندم. الله يعلم أني أنا جاية أطمن عليك. إذا ما تبين بمشي. امشي فارجي، ما أبغى أشوف وجهك ولا حتى أبشم ريحتك. إن شاء الله إن شاء الله. أنت بس هدي أعصابك، أنا بمشي. وقفي. Thank you.
ايش سويت بنفسك يا عبد الله؟ ايش سويت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقت محبة من القلب، باقت مال شو اسمه مناسبة نجاح المعرض. مبروك عليك البراءة. لا شو براءة، أنا أخذت سنتين مع وقف التنفيذ. بس نعتبرها براءة. يلا ما مشكلة، عموما الوالدة تستسمح منكم وتقولكم حليلة ما ترمتي، ركبها تعورها حليلها العيوز، تمشي بس يعني مع وقف التنفيذ حليلها العيوز. ايه بس موصيتني اشتري لها فستانين او ثلاثة على ذوق خولة طبعا. ياك الخير يا خولة. شو مسوي بعمرك كذا؟ ليش مبين؟ أنا مو كل هاللزقات اللي فيك وتقول مبين؟ هاي من ال هاي الحرارة مال هذا شو اسمه؟ هذه مو بحرارة، هذه جروح. شو أسوي؟ الموس مال الحلاقة طلع قديم، طلع موس مع وقف التنفيذ. أقولك شو رأيك أخذها حق الوالدة؟ أنا أقول إنه ولا فستان اللي كل الوالدة. لا لا لازم اخذ له فستان، مستحيل اطلع من هني بدون ما اخذ له فستان. باخذ له هذا يمكن يردها شباب 20 سنه ورا بعد. ما قلتوا حق اخوكم محمد؟ ما ادري يمه، عيل يمه اتصلي فيه ان شاء الله. انا لازم امشي يا نور. تو الناس لازم امشي. لا عاد احنا متفقين تتعشين معانا، مسويين عشاء. عبد الله مريض وايد. مريض وحالته صعبه، الله يطلع. بس باي حبيت، مع السلامه. ليش واقفة هنا؟ لا كنت جاية أسأل عن حالة عبد الله وبمشي الحين. شو قالت؟ قال لي أوكي حالته بتتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. إذا عبد الله طلب منك الزواج توافقين؟ عبدالله ما يحبني. عبدالله لو يحبني كان يتزوجني من زمان. أنا ماني فاهمة شيء. وكيف ما تفهمين وانت الدكتور اللي ساعد الناس على حل مشاكلها؟ عبدالله خش عني أشياء وايد وما ترك لي أي خيار. بس هو محتاجك الحين، حاولي تتصالحين معاه. انتي ما شفتي شلون عاملني، أحس إنه حاقد علي. يمكن لأنه يحبك بس على طريقته.
عليا عليا بطل الباب. عليا بطل الباب. نعم. بغير القفل ها؟ خير شو تبى؟ خير شو تبى؟ شو تبى؟ مني؟ من على الباب؟ قول خلصني، شو عندك؟ أظن في مواضيع لازم نخلصهم بيننا. الطلاق وتصفية الشركة، ما في غيرهم. الطلاق وتصفية الشركة. عليا لو هالشي صار اثنيناتنا بنكون الخسرانين. انت حاولت تسحب 5 ملايين من حساب الشركة. منو خبرت؟ عرفت وخلاص. هاي بيزاتي بيزاتي، كم مرة قلت لك بس انت مو طايعتي في مين؟ ويوم هذه بيزاتك ليش خليتهم في حساب الشركة؟ ليش ما خليتهم في حسابك الخاص؟ خلاص علي، أنا مستعد أطلقك، تنازلين عن فلوسي. أنت شو؟ يلس تساومني؟ بطل الباب، بطل الباب. أنت تبغيني أتنازل عن شيء مو هو بلي؟ عليا، عليا ليش جالسة تحاربيني؟ ليش؟ أنا مو بياسة حاربك، أنت يتوهم لك. عليا، التصفية بتستوي، ما بتخسرين أي شيء. كل اللي تبغينه بيستوي لك، بس أعطيني فلوسي، أعطيني بيزاتي، وكل واحد يصير حال سبيله، ها؟ اسمح لي يا حسن، ما اقدر اسايرك لان في شيء غامض ورا هالفلوس وانا لازم اعرفه. عليا عليا بطل الباب. عليا انا اسف بابا. عليا ما بغيت اعصب، معلش. عليا بطل الباب. عليا بطل الباب. مرحبا. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، خفت ما تجي. صحيح؟ قصدي خفت يفوتك المعرض، اكيد راشد وخوله بفرحون بعيتك. وانت؟ انا بعد. صدقيني انا ما قدرت اني انا ما اجي، قلت لازم. حياك. الله يحييك، تفضلي. المعرض نجح وانت شنك مو مستانس؟
مستانس بس بس في شيء قاصر ما قلت لها؟ خفت أقول لها بس أكيد هي عرفت وفي شيء منعها تي قلت لك تحبها بس ما تبغي تعترف سالم لمتى بتتمخاش عنها؟ بيوم ولازم تقول لها سالم باكر لازم نحسير نوقع العقد نوقع العقد؟ بسرعة كذي؟ ما نبغي نضيع الفرصة هذه شركة مشهورة وبتوفر علينا أمور كثيرة كيفك؟ لا مو بكيفي لازم تكونوا مقتنعين ولا ما في فايدة خولة موافقة؟ موافقة خلاص أنا بعد موافق أمي خايفة لا تطلع مرة ثانية من البيت ما بطلع برجع الجامعة وشغلك؟ استقلت إن شاء الله فكرت في مستقبلك وعرفت إن الدراسة مهمة أنا غلطت كل شيء بيتعوض إن شاء الله أبغيك تسامحيني أدري إني غلطت في حقك أنا مسامحتك من غير ما تقول لي بس أهم شيء إنك ما تزعل أمي خليهم عندك فلوس؟ أعطيهم لأمي لا أنت عطها بنفسك أحسن وقول لها إيش قررت تسوي من اليوم ما بحملت مصاريف الجامعة بشتغل في مكتبة الجامعة راتبهم بسيط بس يكفيه تفضل مبروك الله يبارك فيك مبروك طبعا هذا العقد ابتدائي واتمنى انكم تنتهون من اجراءات تاسيس شركتكم بسرعه حتى نقدر نتعاون مع بعض بشكل صحيح ان شاء الله نكون على اتصال ان شاء الله ان شاء الله مبكنا 40% من الارباح وايد لا تنسى ان بيدفعون لنا ايجار المحل والمعدات والاقمشه ورواتب العمال و40% بتكون من صافي الربح الاتفاقية مدتها 5 سنين نقدر نعيد النظر في كل شيء المهم نبتدي المشروع انت معاك حق بس هذا اخوك لو امتحنونا في التجارة بياخذ 0 لا خلاص حي بسلم امري لله ولكم خلاص على الامور الادارية خلها علي يلا عيل خلنا نسير المعرض ولا وصلوني البيت يلا توكل عفواً أستاذ في ناس يبغون يشوفونك ضروري هلا سارة قصدي يا دكتورة مبروك قريت عن المعرض في الصحف الله يبارك في حياتك شكرا كثر ما أنا فرحانة لكم زعلانة منكم لأنكم ما دعيتوني الصراحة لك حق تزعلين نحن قصرنا نسيتوني لا لا ما نقدر ننساك لأنك السبب في كل اللي حققناه بس كنت أتمنى أني أكون بالافتتاح
حتى أنا قصدي نحن كلنا، بس خفنا أن الدعوة هذه سبب لك إحراج، خصوصا أنت تعرفين موقف زوجك مني. زوجي خلاص ما عاد زوجي. يعني عبد الله طلقني. أنا آسف. إيش تبي تقول لي يا راشد؟ طول المدة اللي راحت وأنا ما قدرت أعبر لك عن أحاسيسي، أولاً لأنك دكتورتي، وثانياً لأنك كنتي على ذمة واحد راشد، وثالثاً لأني واحد مفلس ما أملك شيء، لا بيت لا وظيفة راشد ولا حتى سمع. عبد الله نايم في المستشفى. نايم في المستشفى تعبان، وعمري ما تمنيت أني أشوفه بهالحالة. زرته وأول مرة أحس أنه هو محتاج لي، رغم كل اللي صار بيني وبينه. أكيد هذا واجب، ويمكن أتم أزوره. صحيح أنه هو طلقني، بس كان يوم من الأيام زوجي، ويمكن الخلاف اللي بيننا يزول. أكيد أنا كنت معتبرتك أنت وسالم مثل إخواني، وكنت أبي أساعدكم، وما زلت مستعدة أني أساعدكم. أنا آسف، قصدي أنا وسالم متأسفين على المشاكل اللي سببناها لك مع زوجك، متأسفين. ما عليه، عبد الله بيتفهم وبيتغير، وبيغير رأيه لما يشوفني جنبه في المستشفى. أنت لازم تروحين، يمكن محتاج شيء. أنا آسفة يا راشد، لا تزعل مني. فيك ما تبوزك؟ حد ضاربك؟ ساعات يا سالم، يجيك الوقت وتحس انك فوق في السماء، الدنيا تحتك جنة، تأخذ اللي تبغي منها، ما تعب نفسك لأنك كنت في حلم جميل ما ودك تصحى منه. إذا صحيت حس نفسك تحت في الطين. ساعات
عاد الدنيا تصير مثل المسح أو النكتة الحلوة. ناس اللي يضحكونك ردوني بتشون خلونك ما تعرف الفرحة كيف كان شكلها. ايش فيك قمت تهلوس؟ صاير بصاير شيء أبداً بصاير شيء بس سمعت نكتة حلوة ولست أعلق عليها بس الدكتورة قالت لك شيء زعلك؟ قالت شيء؟ لا ما قالت. ايش تبغين بالضبط؟ ما تقولي لي ايش تبغين بالضبط؟ يا ابوي خلصينا وفكينا قولي ايش اللي يدور في راسك؟ يعني ابو الريال جاي ليل هني متعني علشانك عشان ياخذ بخاطرك وانت لابستنا ما تعطينا وي؟ ليش؟ منو حضرت؟ منو بنته؟ ايش حقها تسوي كذي؟ هذه مسألة تخصني انا وفهد. شوفي عاد لا تنسين تكرري لي هالجملة الماسخة البايخة، هذه مسألة تخصني انا وفهد. يعني ابوك انت ياهل؟ ياهل؟ ما تعرفين مصلحتك؟ أعرف. سيوم إنك تعرفين إيش حق تسوين كذي؟ ليش تعطلين الريال؟ الريال شارنك ومتعني علشانك، يبغي يفتح لك بيت حقك علشان يعيشك معززة ومكرمة. وين تحصلين ريال أحسن من هذا؟ وين؟ ما له داعي لهالكلام. أنا عارف فهد زين. زين ليش ما تزوجينه؟ ليش ما تأخذينها؟ إيش حقه مطيحة من جيمة الريال؟ إيش حقه؟ أنا مطيحة من جيمته؟ طبعاً مطيحة من جيمته وذلتنا بعد. هذا ما ناقص اللي يبوس ريلك. لا تقول هالكلام. ايش تبغين أقول؟ ايش تبغين يرد على الريال؟ شا أقول له يا لسناك؟ شا أقول له؟ أنا برد عليه بس هذا اللي فيك هالعنات هذا هني هذا ما تريش حطة حصابة أنا وين يا يبه هالعنات هذا أنا ما أدري. لو هي وافقت كان ما شفت السلطان مستحمك كذي. مسكين فهد. خل روح لها. أنا بصراحة ما أدري هذه البنت إيش تبغي. عمري ما شفت وحدة راسها يابس مثلها. مالي مالي خلوها على راحتها. أنا بصراحة غسلت إيدي منها في البحر فشلتني. أنا ما أدري ليش يطرشون علي. خلاص يا سلطان أنا بسير أكلمها. زينك السلطان اسمح لي انا لازم امشي. شفت فعايل اختك. انا ما اعرف هذا شو عايبنا فيها. انا لو من فهد كان سرت وتزوجت عمتها وطرشت لها بطاقه دعوه عشان تحضر العرس. بيتزوجون لا تخاف. بيتزوجون؟ إذا تزوجوا ما عليه.
إذا عذرك أنا وإخوانك بأخذهم وبروح البحرين. إحنا كلنا مو براضين باللي تسوينه. خوفك علينا صار أكثر من اللازم وما له داعي. أصلاً ما حد بيصدق عذرك. ما بتصدقون؟ لا ما بنصدق. راح هالمرة ما بيرجع. أدري عنه. ليش؟ وانت تبينه يرجع بعد؟ الريال معاه حق، ما حد صبر مثله. شو اسوي؟ قول لي يا راشد شو اسوي؟ هذه لي يا ابا فهد. ليش ما صبر شوي؟ ليش ما أعطاني إياه بنفسه؟ ليش استعجل وراح؟ للحين في وقت يا نورة. أرجوك أرجوك لا تخسرين. وأنت أمي وإخواني وأبوي اللي خلاكم أمانة في رقبتي والعهد اللي قطعت على نفسي إني أخليكم أحسن الناس. خلاص تبوني أهد كل هذا وأتزوج؟ صار ما ناقصني إلا الزواج يعني. خلاص مهمتي انتهت. خواتك كبروا يا نورة وصاروا يعتمدون على نفسهم. خولة وأمل قدامهم المستقبل ومحمد عرف طريقه وين. كلهم يحبونك ويبونك تشوفين حياتك بعد. ما حد راضي عن قرارك أبدا. ما حد راضي. الكل يبغى يفرح بك وما يبغون الضحين أكثر. لأن تضحياتك صارت تسبب لهم ألم. تزوجي يا نورة. فهد يحب. Thank you.
ألو؟ إيه أنا سارة؟ متى؟ علي قضية؟ تصفية الشركة لازم تتم بشكل قانوني. تحجزي على كل حسابات الشركة ويحققون معاي ويسحبون كل الملفات؟ هذه إجراءات عادية، انت شحقه مضايق؟ شحقه مضايق؟ أقول لك تسحبون كل الملفات، حققوا معاي كأني حرامي. أكيد في سبب. السبب؟ الخمسة مليون درهم اللي خبرتك عنهم يبون يعرفون مصدرها من وين؟ خلاص خبرهم فوق عمرك. خبرهم؟ يعني انت قاصد متعمدة تبغين تنتقمين مني؟ انا ما ابغي انتقم من حد، انا ابغي حقي وبس. مالك حق بيزاتي، هذه بيزاتي انا وبس. خلاص عيب نتريى تقرير المدققين. بعطيك نصهم، خذ نصهم بس فكيني من القضية الله يخليك. ها يعني هذه مو بفلوسك؟ لا لا مو بفلوسي، خلاص ارتحتي. هذه أكيد فلوس نسيبك اللي ما تقارب سببهم. مالك شغل، مالك شغل، بس فكيني من القضية، فكيني من القضية دغيلك. للأسف ما في دي شيء أسوي لك ياه. الموضوع الحين مو في يدي يا حسن، الموضوع الحين صار بيد النيابة. نيابة. تبغى تتقبل مني. تبغى تتقبل مني. تبغى تتقبل الحقيقة. يا بنت. سافر؟ متى؟ باكر. وليش مستعجل؟ ليش ما تقعدش من يوم؟ انت مو تقول ان دبي وحشتك؟ وحشتني بس اهلها ما يبغوني. يبونك وكلهم يحبونك. اسأل الارض، اسأل السماء، اسأل النجوم، اسأل البحر، اسأل حتى نسمة الهواء، اسأل كل الناس، كلهم بيجاوبونك. للأسف كنت أبغي أقول لك شيء بس ما أعطتيني فرصة. إيش كنت بتقول؟ الحين ما في فايدة. مع السلامة يا نورة. Thank you.
فهد اشتراها لك من المعرض. ليانا اغلى فستان عندنا وناس وايد بغوا يشترونها، بس قلنا لهم مبيوعه. فهد بيسافر. بيسافر؟ ايه بيسافر. وبتخلينا؟ خلاص اليوم لازم تطلع من هنا. أطلع؟ أطلع وين أروح؟ انتهت فترة علاجك عندنا. إيه بس أنا بتعالج، أحس إني بعدني. إحنا خلاص ما عندنا أي علاج نقدمه لك، أنت لازم تطلع للحياة وتفكر شلون تبني مستقبلك. أنا ما أبغي أطلع. لازم تطلع، وإذا احتجت أي شيء تقدر تيجي تزورني هني أو تتصل فيني. السلام عليك. السلام ورحمة الله. تفضل استريح لو سمحت. ليش اخوي؟ تتفضل استريح. تشرد عني؟ أشرد عنك وانتي داخلي؟ إيش كنت بتقولي؟ تبين تعرفين؟